إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا تقول لعزيز عليك وأثير لديك إذا طلب منك نصيحة رائدة في كلمة واحدة؟ أقول له يا بنيتي: استقم. صح، صح جدا. طيب، فماذا لو كانت اثنتين؟ أعني نصيحة من كلمتين. أقول له: لا تغضب. رائع، فماذا لو كانت ثلاثا يا فيلسوف؟ قيل يا بنيتي: الخير كله في ثلاث: السكوت والكلام والنظر. نعم. فطوبى لمن كان سكوته فكرة، وكلامه حكمة، ونظره عبرة. يا سلام. وقيل أيضا يا بنيتي: الشر كله في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. يا ستار. فالكبر هو الذي أدى بإبليس إلى الكفر. سلام قولا من رب رحيم. والحرص هو الذي أخرج آدم من الجنة. نعم. والحسد هو الذي أدى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسنا، نترك الآن أمر الثلاث بما فيها وننتقل فورا إلى ما يليها، أعني إلى النصح بالأربعة. قيل يا بنيتي: أحب الأشياء إلى الله أربعة. فما هي يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ القصد عند الجدة، والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله. الله، حسنا، نكتفي في أمر الأربعة بهذه الأربعة الرائعة وننتقل بعدها إلى ما بعدها، أعني إلى الخمسة. فماذا يا ترى تراه خير نصح عن الخمسة نختتم به ما بدأناه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. روي يا بنيتي أن وبرة بن خداش قال ذات يوم لبعض صحبه: أوصاني عبد الله بن عباس بخمس كلمات هي أحب إلي من الدهم الموقوفة في السبيل. فما ذاك يا وبرة أحسن الله إليك؟ قال لي يا وبرة: إياك والكلام فيما لا يعنيك، فمن تكلم فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. نعم. ولا تمارس فيها ولا فقيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يؤذيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به إذا غبت عنه. نعم. وإذا عملت فاعمل عمل من يعلم أنه مجازى على الإحسان بالإحسان، ومؤاخذ بالذنوب والخطايا والآثام. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن خمس تؤدي إلى السعادة في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: خمس خصال من أسباب السعادة: خفة الروح، وذكاء العقل، وطهارة القلب، وصفاء النفس، وحسن الخلق. الله. وقيل أيضا، ولكن بنيتي. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعتقد أنه من ذكاء العقل وصفاء النفس وطهارة القلب وخفة الروح وحسن الخلق أن أشكرك على جميل نصحك وأقول لك: إلى الغد إذن يا فيلسوف.